تعالوا نشوف تقرير يعني آخر استعدادات منتخبنا لتحسين الصورة وأداء منتظرين أداء أكثر جدية وأكثر قوة من مباراة كينيا، وكمان على مستوى النتيجة إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية بفارق سكور كبير. نشوف التقرير ونرجع مرة تانية مع حضراتكم في البيت الكبير. يلتقي في 6 من مساء غد المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره جزر القمر باستاد القاهرة الدولي في الجولة 6 والأخيرة من منافسات المجموعة 7 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022، في مباراة يعتبرها الفريقان تحصيل حاصل. كما يعد أيضا هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين الفراعنة وجزر القمر، بجانب أنه الثاني بين جزر القمر والكرة المصرية على جميع المستويات سواء الأندية أو المنتخبات. وضمن كل من منتخبي مصر وجزر القمر التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون بعد تعادل المنتخب الوطني مع كينيا 1-1، بينما تعادل جزر القمر مع توجو سلبية في الجولة الماضية. التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالنسبة للمنتخب الوطني هو 25 في تاريخه، معززا رقمه القياسي، وهو الأول بالنسبة لجزر القمر في تاريخه. وسيكون الصراع بين المنتخبين غدا على صدارة المجموعة بعيدا عن حسبة التأهل الذي حسمه الفريقان. ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة 7 برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثاني، ويحل المنتخب الكيني ثالثا بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما تذيل توجو الترتيب بنقطتين فقط. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير اليوم استعدادا لمباراة الغد، وظهر جليا خلال المران استقرار البدري على إجراء تعديلات وتغييرات على تشكيل الفراعنة بهدف علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة كينيا الخميس الماضي، ومنح الفرصة للاعبين الجدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب، وفي نفس الوقت لتحقيق الفوز بهدف تصدر المجموعة 7 والوصول للنقطة 12. ومن المنتظر أن يتم الدفع بمحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي في التشكيل الأساسي أمام جزر القمر على حساب حمدي فتحي المصاب، بجوار عمرو السلية في وسط الملعب مع إراحة طارق حامد. كما سيتم منح الفرصة لياسر إبراهيم أو علي جبر في خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي إلى السعودية عقب مباراة كينيا في الجولة 5 من التصفيات. ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز غدا من أجل الانفراد بصدارة المجموعة 7، حيث يمتلك المنتخبان 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره جزر القمر في عدد الأهداف المسجلة ب6 أهداف مقابل 4 للمنافس. كما يبحث الفراعنة عن تحسين الأداء خاصة بعد الظهور بشكل غير مقنع في مواجهة كينيا في الجولة 5 من التصفيات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ويأمل حسام البدري المدير الفني للمنتخب استمرار سلسلة لا هزيمة منذ توليه تدريب الفراعنة، فلم يخسر أي مباراة، حيث قاد المنتخب الوطني في 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3.